بعتقد الواحد صار لازم يسكر حسابه على الفيسبوك ويفوت على التيك توك على الأقل بيتسلى شوي. لأول مرة من 18 سنة فيسبوك بتخسر حوالي 500 ألف مستخدم يومي بآخر 3 شهور من 2021. أكبر خسارة بتشهدها شركة أمريكية وصلت قيمتها ل 230 مليار دولار. مارك زوكربيرغ قال إن الجيل الشاب عم يتوجه لمكان تاني، بعتقد عرفتوا وين؟ تيك توك، المنافس الكبير لفيسبوك. طب ليش كتير ناس عم تهجر فيسبوك وما تفتحه إلا للمناسبات؟ مقال على نيويورك تايمز لخص المشكلة بكلمتين: غياب الابتكار. وقال إنه الميزات الموجودة على الفيسبوك والشركات اللي بتمتلكها اللي هن واتساب وإنستغرام ما ابتكروا شي جديد، كانوا عم يستعملوا مزايا موجودة على منصات تانية. يعني فيسبوك بتعتمد أسلوب الكوبي بيست، وين ما تشوف فكرة حلوة وناجحة تاخدها وتطبقها عنده وعلى المنصات يلي بتمتلكها. خليني أعطيكم مثال: الستوريز اللي طبقتهم فيسبوك بإنستغرام وتباهت فيهم هن ببساطة فكرة مأخوذة من سناب شات. حتى الريلز على إنستغرام تم أخذها من تيك توك. بس كمان ما فينا ننكر إنه بداية الفيسبوك كانت كاسحة، وبوقتها عملت المنصة الزرقاء ضجة وقدرت إنها تسحب البساط من تحت منصة ماي سبيس من خلال فكرة النيوز فيد يلي ابتكرتها وسمحت لك إنك تطلع على منشورات أصدقائك خلال صفحة واحدة، لتوصل أعداد المراهقين على منصة فيسبوك ل 94% خلال عام 2012. بس مثل ما بيقولوا دوام الحال من المحال، ومثل ما قدرت فيسبوك إنه تنهي مسيرة كتير من المنصات الاجتماعية، هل من الممكن إنه نشوف منصة جديدة تنهي حياة فيسبوك؟ لحظة، فيسبوك عملت تغيير هالمرة للاسم بحد ذاته، وب 2021 صار اسم هالمنصة متا، واللي بيعني باليوناني ما بعد، في إشارة إنه في أشياء جديدة رح تنضاف. فهل برأيكم رح تقدر متى تطلع من هالأزمة ويفاجئونا بابتكارات جديدة؟